أغمض عينيك وتخيل ماذا لو كنت واثقاً بنفسك كيف ستتصرف؟ تخيل مع عائلتك كيف ستتكلم؟ تخيل معي وأنت واقف أمام مجموعة من الناس تقدم موضوع ما أو عرض ما، وأنت واقف بكل ثقة في نفسك تتكلم كأنك وسط العائلة أو الأصدقاء. أنت لا يهمك هل أعجب الحاضرين بتناسق البدلة التي اقتنيتها أو قصة شعرك، لا، أنت واثق في قدراتك ومهاراتك اللغوية والتواصل مع الغير. تخيل معي كيف سيكون شعورك في تلك اللحظة؟ بالطبع سيكون شعورا عظيما ورائعا. إن تخيلت ذلك دعني أرى ابتسامتك. وتخيل معي أيضا وأنت وسط العائلة وهناك بعض الضيوف. في بعض الأحيان ذلك الضيوف يكون فيهم كثير من الطرطرة ويفهمون في جميع المواضيع رغم أنهم لا يفهمون شيء، وأنت في يوم من الأيام تقرر أن تفتح مع أحد الضيوف موضوع ما، لكن حول قضية لا أنت لا هو يفهمها جيدا، وتدافع عن رأيك ووجهة نظرك بكل حيادية واحترافية، وتنظر في عين والديك فتجدهما ينظران إليك نظرة افتخار وعزة. أنت بنفسك لم تدرك لماذا ينظرون إليك بتلك النظرة، لكن سأقول لك الجواب هو أنك وثقت بنفسك. فالثقة بالنفس تدعك تسيطر على من هو أمامك، ليس فقط تسيطر بل تدافع عن كل ما لديك. مرة أخرى سأقول لك تخيل معي نفسك وأنت في ذلك المكان. سيكون شعورا غريبا بعد الشيء، لكن تعود عليه لأنه شيء رائع. إن تخيلت ذلك فدعني أرى ابتسامتك أو ابتسامتك مجددا. أريد أن أوضح فكرة حول موضوع الثقة بالنفس. فالثقة بالنفس ليس كما يصورونها لنا في الأفلام والمسلسلات بتاتا. فالثقة بالنفس يمكن أن تمارسها في كل لحظة من حياتك مع أصدقائك المعتادون الذين لاطم أحببتهم وقضيت معهم أحسن الأوقات. معهم يمكن أن تمارس وتتدرب على الثقة بالنفس، فهم يعرفونك ولن يسخروا منك. لمن يعاني بنقص في الثقة بالنفس، أغمض عينيك وتخيل ماذا لو كنت واثقا بنفسك كيف ستتصرف؟ تخيل مع عائلتك كيف ستتكلم؟ ومع أصدقائك كيف ستتعامل؟ ومع الغرباء كيف سيكون أداؤك؟ الآن وبعد كل هذه الخطوات قم بممارسة السيناريو المتخيل لمرة تلو الأخرى، ثم تشجع وطبق ما تخيلته، لأن دائما المعرفة بدون التطبيق ليست بشيء، التطبيق هو أهم شيء. كانت هذه أول حلقة في سلسلة تخيل معي، أتمنى أن تكون أفادتكم بعض الشيء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.